أحسن الله إليكم وشكر لكم. هذا سائل يقول: ما حكم الأذان في الرقية وعلى المولود وعند دفن الميت؟ أما الأذان في الرقية فلا أعلم له أصلا، وإنما ورد عن بعض السلف التكبير، أن اللسان يقول الله أكبر الله أكبر، لأنها مقارع تقرع آذان الجن، فالتكبير لا بأس به ذكر. أما الأذان على هيئته فلا أعلمه مشروعا في الرقى، لا أعلمه مشروعا في الرقى، وإنما شرع للصلوات الخمس فقط. وأما التأذين في أذن المولود فقد ورد بأحاديث ضعفها بعض أهل العلم وأثبتها بعض أهل العلم، والذي يظهر لنا والله أعلم أنه مستحب أن يؤذن في أذنه عند ولادته وليس في اليوم السابع، وذلك ليكون الأذان أول ما يطرق سمعه، فإنه يسمع ويعي ويستقر هذا في وعيه، وإن كان لا يدرك الإدراك يعني الظاهر، لا يدرك الإدراك الظاهر، فالظاهر والله أعلم والراجح من أقوال أهل العلم أنه يستحب أن يؤذن في أذن المولود. وأما الإقامة في أذنه اليسرى فلم يأتي بها ما يمكن أن يستند إليه، وإن استحبها بعض الفقهاء وقال بها بعض مشايخنا الكبار، إلا أن الذي يظهر لنا والله أعلم أنها ليست مشروعة، وإنما المشروع أن يؤذن في أذن المولود عند ولادته في أذنه اليمنى فقط بدون إقامة. وأما الأذان في القبر فلا أصل له، الأذان في القبر لا أصل له ولا يشرع. نعم.